تعرفنا على ازاي ننطق الحروف نطقا جيدا، وعرفنا الحروف المفخمة والمرققة، وتعرفنا مع بعض على الحروف الرافصة أو الرافضة أو حروف الأسد أو الرفاصة زي معظم الناس ما بتقول، وتعرفنا على حروف المفخمة والمرققة، وكمان اتعرفنا على حركات حرف الألف، الحركات القصيرة والطويلة. بس فاضل السكون. بس قبل ما أدخل السكون، عايز أراجع مراجعة سريعة على اللي احنا خدناه الحلقة اللي فاتت، علشان مش هننقل ومش هننقل معاكم لحاجة تانية إلا لما نشوف ونشوف بالظبط انتوا ازاي يعني تستوعبتوا الحاجة اللي احنا قلناها ولا لا. مراجعة سريعة كده. تمام، عايزين ننطق الحروف نطقا جيدا. لو حد من السادة المشاهدين معانا أو طفل معانا، ممكن يشوفوا هينطق صح ولا لا. احنا قلنا ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء. ده الحروف والطريقة الصحيحة في نطقها. طيب عايزين سريعا سريعا كده نتعرف على الحروف المفخمة. فيه 7 حروف مفخمة. حروف المفخمة ايه هي مشاهدينا الكرام؟ يلا يا حبايبي حلوين كده نشوف. ايه اول حاجة؟ خاء. تمام، بعد كده ايه؟ صاد. بعد الخاء والصاد الضاد، بعد الضاد الطاء، بعد الطاء الظاء، بعد الظاء يا حبايبي الغين، بعد الغين القاف. ادي 7 1 2 3 4 5 6 7. ادي الحروف المفخمة يا حبايبي، وبقية الحروف مرققة. طيب في حاجة تانية احنا خدناها، حد يفتكر معانا كده يا حبايبي؟ ايوه، الحروف الرافضة او الرفاصة او حروف الاسد او الحروف اللي بتكهرب اللي بعدها. ايه الحروف الرفاصة دي؟ الحروف الرفاصة اللي هي ما بتمسكش في الحرف اللي بعدها. احنا قلنا 6 اللي هم ايه؟ الف. تمام، عشان الناس تفتكر معانا. يلا ايه تاني؟ دال. تمام، دال. بعد الدال ايه؟ راء وازاي والواو. ادي الحروف الستة، الحروف الرافضة او الرفاصة، ودي الحروف المفخمة. تمام، عشان ما فيش حد يقول لي مثلا خالد، مش حد يقول لي سلاح، مش حد يقول لي دابت. طاء مش تاء، دي ظاء مش ذال، دي غين. تمام كده حضرات؟ يبقى كده كده مراجعة سريعة على اللي احنا خدناه الحلقة اللي فاتت. في حاجة برضو لسه تانية عايز اختبركم فيها. ايه هي؟ الحركات القصيرة والحركات الطويلة. الحركات القصيرة والحركات الطويلة. احنا ايه قلنا الحركات القصيرة والحركات الطويلة؟ ها؟ يلا كده مشاهدينا الكرام تذكروا كده. الفتحة اللي انا بفتح بقي في الحرف، الكسرة اللي انا بكسر فك كده وانا بتكلم. تمام، وفي الضمة. طب تعالوا نشوفوا كده، عايز اختبار سريع لحبايبي الحلوين، هنشوفوا بيعرفوا حرف الألف ولا لا. تمام كده، عايزين ضع دائرة حول حرف الألف. طب يلا كده يا حبايبي يا حلوين كده، يلا عايزين نشوف حرف الألف فين. كلمة زي دي مثلا، فين حرف الألف يا حبايبي؟ في كلمة عايزين نكتبها، نكتب نحط دايرة ونكتب الحرف هنا. طيب كلمة إبرة، ماشي، كلمة سبق.
عايزين نعرف حرف الألف فين؟ الناس اللي خدت الحصة اللي فاتت، الحلقة اللي فاتت هنشوفه. آدي حرف الألف يا أستاذ، آدي الألف أهو، وهنا إبرة، آدي حرف الألف يا أستاذ أهي، وادي سبعه، آدي الحرف الألف أهو. كده حاجة سريعة كده عشان نعرف بس الإيه شكل حرف الإيه الألف. طيب عايزين يعني سريعا قولوا معايا كده الحركات كده، ألف فتحة آ، ألف فتحة آ، ألف فتحة آ، ألف همزة كسرة إي، ألف ضمة أو، وخدنا المد كمان، مد بالألف آ، وخدنا كمان المد بالياء إي، وخدنا كمان المد بالواو. إحنا فاضل إيه؟ فاضل إيه في الحركات يا حبايبي حلوين؟ فاضل السكون. فاضل إيه؟ إيه السكون ده يا أستاذ؟ عاوزين نعرف إيه السكون؟ حد يقول لي كده؟ يلا كده يا أستاذ عزب، يعني إيه سكون؟ يلا يا أستاذ محمد، ويا ريت كده إيه نفتح المداخلات ونشوف مشاهدينا الكرام كده. ماشي؟ السلام عليكم أستاذ أميرة. أيوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا أستاذة أميرة. بقول لحضرتك أنا ابني مش بيحفظ الحروف غير ومعاه مثلا هو عنده 7 سنين، مش بيحفظ الحرف غير ومعاه جملة، يعني مثلا كلمة مثلا ألف يقول لي ده أسد ما يقوليش ألف. تمام. طب حضرتك إيه هو حافظ الحروف كويس جدا؟ لا هو حافظ بالكلمة بس مش حافظ الحرف. لا تحفظ الأول خالص، ابدأي معاه من الأول خالص ومعانا اهوت، تبدأي الحركات قولي له ده حرف الألف. تمام؟ ده يا حبيبي ده حرف الألف. وقولي له كده بعد ما يعرف شكل الحروف كلها ألف باء تاء ثاء يحفظها تمام اسما وشكلا. تمام كده؟ ده أول حاجة، ما يبدأش بأي حركة إلا لما يعرف الحروف كلها شكلها واسمها، ده حرف الألف، ده حرف الباء، ده حرف التاء، ده حرف الثاء. شاكرين جدا يا أستاذة أميرة، واصبري عليه شوية، اصبري عليه، والحركات لابد نتأكد من الحركات يا جماعة. يعني احنا أول حاجة لابد نعرف أسماء الحروف وشكلها، ده رقم واحد. رقم اتنين الحركات، حركة قصيرة، حركة طويلة، ما تستعجلش أبدا، ما تستعجلش خالص نهائي على ابنك. واحدة 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 تا تا تا، عشان هي الحركات دي هي اللي هتوصلنا للنقطة بعد كده. ما تقولش ايه يا استاذ انت بقالك حصتين عمال تقول لي ا اي او و ا و اي و او، ايه ده؟ هقول لك الحركات دي هي اللي هتعلمني بعد كده، ما تصبر، ده عن تجربة وعن اجيال علمناها. تعال نشوف النهاردة السكون. يعني ايه سكون يا استاذ محمد؟ اهو الاستاذ محمد مش عارف، المخرج بتاعنا العظيم. طب ماشي، سكون عكس الحركه تمام. ايه يعني سكون؟ واحد واقف اهو ساكن ما بيتحركش، هي مش حركه، هي ظاهره لغويه اسمها سكون. يعني ايه سكون؟ يعني عدم الحركه، واقف مكاني. طب السكون ده يا استاذ هقول مثلا اهو السكون اهو، مثلا هينفع انطق الحرف الساكن كده لوحده؟ ينفع يا استاذ محمد؟ ينفع؟ الله ينور عليكم حبايبي حلوين كده ومقطقطين. ما ينفعش انطق الحرف الساكن لوحده. معانا الاستاذه سمية، السلام عليكم. للاسف انقطع الاتصال. معانا ام ملكه، السلام عليكم. السلام عليكم. تمام يا حبايبي حلوين، يا استاذ محمد، يا عم عزب، بلاش يا عم عزب، يا استاذ عزب، الالف اهيت ينفع انطقها لوحدها؟ ما ينفعش. اراهنك واتحدى اي حد يعرف ينطق الحرف كده لوحده. الحرف الساكن يا حبايبي حرف ضعيف. الحرف الساكن حرف ايه؟ حرف ضعيف، ما ينفعش انطقه لوحده ابدا. هينفع اقول ا زي بعض الناس للاسف الشديد لحد دلوقتي بيقولوها؟ ايه ا دي؟ ما ينفعش خالص نهائي. أول حد يقول لك انطق الحرف ده قول له هات لي حرف قدامه متحرك. معايا الأستاذ عنتر، السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم. تمام، يبقى نكمل السكون. الالف الساكنه يا حبايبي كده كده ما تنطقش لوحدها ابدا. طب اعمل ايه عشان انطقها؟ اعمل ايه يا حضرات؟ اعمل ايه؟ لابد احرك حرف قدامه اهو عشان انطقها اهو كده. اقول ايه؟ باء فتحه، باء، الف ساكنه، باء، باء. شوف، باء، بقف على الحرف، بسكن الحرف، باء اهي، تاء، ثاء، راء، فاء. تمام، ياء. يبقى حبايبي حلوين، الحرف الساكن حرف ضعيف، الحرف الساكن حرف ضعيف، لابد اجيب حرك حرف قدامه، يا لابد يكون في حرف قدامه متحرك عشان اعرف انطقه. الحرف الساكن المره الالف، الحرف الساكن ما ينفعش انطقه لوحده ابدا، لابد اجيب حرف قدامه علشان انطقه. واحد يقول لي طب وبقي تاء تاء نق ده يا استاذ انا هتعلم منها ايه؟ هقول له هتتعلم بعد كده اللي انت تعرف تنطق السكون. مثلا الكلمات اللي هكتبها دلوقتي مش للحفظ، انا هبوريك بس النطق ازاي، مش عايز منك كلمات تحفظها دلوقتي، انا عاوز تتاكد من الحركات الاول. تعالوا كده اهو، مثلا الكلمه دي احنا هنقول باء فتحه، باء، الف ساكنه، باء. تعالوا نشوف كده، ادي الالف ساكنه اهي، ايه ده؟ طب انطقها ازاي دي بقى الكلمه دي؟ انطق الكلمه دي ازاي؟ باء فتحه، باء، الف ساكنه، باء، سين ضمه، سو، باء، سو. هينفع اقول باء سو؟ ما ينفعش. يبقى الالف الساكنه الحرف الساكن لابد يتنطق بمعنى الحرف اللي قدامه على طول، باء فتحه، باء، ألف ساكنة، ب، ب، سين ضمة، سو، ب، سو. طب عاوزين كلمة تانية كده نشوف الألف الساكنة كده فيها، آدي يلا ننطقها كده، فاء فتحة، فاء، ألف ساكنة أعرف أنطقها لوحدها، حرف الساكن حرف ضعيف يا أستاذ ما ينفعش أنطق لوحده، يبقى فاء 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 سو، فاء فتحة، فاء، ألف ساكنة، فاء، سين ضمة، سو، فاء سو. يبقى الحرف الساكن حرف ضعيف. جرب واحدة 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 واحدة، ولي الأمر يجيب ابنه كده واحدة واحدة علشان يعرف يتعود على الحرف الساكن. طب أقول كلمة تانية كده، ألو السلام عليكم، عايزين نعرف مواعيد ال القناة ديت بتاعك وكم حصة في اليوم؟ الو، قطع الاتصال. ماشي، هنشوف كده ايه كلمة كمان اهي، ساء فتحة، ساء، ساء فتحة، ساء، وادي الالف الساكنة اهي. الالف الساكنه ما مش هينفع انطقها لوحدها، نقول ايه؟ ثاء فتحه، ثاء، ثاء، وادي الراء اهي. يبقى حبايبي حلوين، باسو، فاسو، ما ينفعش اقول فاسو، فاسو دي ما ينفعش خالص نهائي، اسمها ايه؟ فاسو، ثأرو. وكلمه كمان تانيه اهي عشان نتاكد منها، ادي الالف الساكنة، راء، شوف، راء، راء سو، راء سو، شوف، راء سو، ب سو، ف سو، ف رو، راء سو.
يبقى كده اتعلمنا ان الحرف الساكن حرف ضعيف ما ينفعش انطقه لوحده ابدا، لابد اجيب حرف متحرك قدامه اهو، بأس فأس ثأر رأس. طيب عايزين نعمل بعد ما خلصنا حركات الحركات حرف الألف، عايزين يا حبايبي حلوين نعمل شبكة للحرف. نعمل ايه؟ شبكة، شبكة الحرف زي برضو خدناها الحصة اللي فاتت، الحلقة اللي فاتت، ادي الألف اهو وهنعمل شبكة. طيب هنرمي الشبكة على حرف الألف، هيجيب لي سمك؟ لا طبعا اكيد يعني ماشي، هيجيب لي حركات حرف الألف، حركات قصيرة، ألف فتحة، آ، ألف كسرة، إي، ألف ضمة، أو، وهجيب لي الحركات الطويلة اللي هي آ، هجيب لي مد بالياء، إي، حاضر، وهجيب المد بالواو، أو، وهجيب لي برضو إيه يا أولاد؟ هيجيب لي الحرف الساكن، الألف ساكنة أهي، ب، ت، ث، ن، ر. معايا الأستاذ سمية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا أستاذ سمية. ممكن أتكلم المستر لو سمحت؟ اتفضلي مع حضرتك. بقول لحضرتك يا مستر، أنا عندي ولد عنده 9 سنين. 9 سنين، تمام. بس في شبكة المفردات ما بيعرفش يعملها، وبعدين بيشتغل شغله كله على الحفظ. لا ما هو احنا يعني نسيب الحفظ خالص نهائي وناخد الحركات من الاول، طالما هو ما بيحفظش الكلمات. لا بيحفظ الكلمات بس هو عايز يحفظ بس، يعني انت يعني انا لو همليه يسيب يقفل الكتاب ويكتبه. طب اقول لك طريقه حلوه في الاملة، تمام؟ يعني مثلا كلمه ثأر، خدي واحده واحده بس، اسمعي الكلام واحده واحده معايا. مثلا يعني كلمة رأس مثلا تقولي له ايه؟ راء فتحة، قولي له كده انت حضرتك، تقولي له راء فتحة، راء، هيكاتب الراء، ألف ساكنة يا حبيبي، راء، يكاتبها. ايوه. سين ضمة، سو، يبقى هتقولي له كده، قولي له حركة 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 حركة، زي الكلمة دي مثلا كده، رأسه، ما تقوليش رأسه خلاص وتمليها له، يعني هيتضايق ومش هيعرف يكتبها، عشان برضه هو مش متعود على كده. ايوه. هتقولي له ايه؟ راء فتحه، راء، هيكاتب الراء وهو مبسوط قوي. الف ساكنه يا حبيبي، راء، هيكاتب الالف وحط على سكون. سين ضمه، سو. تقولي له كده بنفس الطريقه، واحده واحده هيتعود مع مرور الايام وهيتعود على الامله كويسه. طيب انا عندي ولد تاني عنده 6 سنين. تمام. بس الغت في الحروف كلها. في الحروف كلها؟ هو ألغت في الحروف كلها. تمام. فبيجي انت الكلمة بينطقها غلط فبيكتبها غلط. تمام. بس هو تمام. شاطر، دماغه نظيفة، بس هو بينطق الحرف غلط. طب حضرتك ما ادتوش حد عنده صعوبات تعلم؟ لا. لا ما هو لابد يروح عشان ينطق معاه الحروف واحدة واحدة. الغين هي غين، العين هي عين. لابد يروح لحد عنده صعوبات تعلم وإيه؟ وتأخر النطق، في متخصص في كده. مش هو بينطق كويس، هو حلو، ما هو مثلا بدل ما بيجي يقول مثلا ايه الراء غين، تمام، بغير الحرف خالص نهائي، عشان كده بيكتبه غلط. ماشي، حضرتك هتوديه عند متخصص في اللي هو صعوبات التعلم والنطق المتاخر. طيب فهو انا عارف موعد حضرتك لو سمحت، يوم الخميس ان شاء الله الساعه 10 ان شاء الله. يوم الخميس الساعة 10؟ إن شاء الله. شكرا لحضرتك. مع ألف سلامة. مع ألف سلامة. مشاهدينا الكرام، إحنا كده تعرفنا، أدي تعرفنا على حركات حرف الألف. ألف فتحة، آ، كسرة، إي، ضمة، أو. ألف بعدها مد الألف، أو همزة بعدها مد الألف، آ. الألف بعدها مد بالياء، إي. الألف بعدها مد بالواو، أو. أعيد وكرر، أعيد وكرر. الحركات دي هي اللي هتوصلني لصوت الحرف، للمقاطع الصوتية بعد كده، وهي اللي هتخليني
أنطق كويس. طب واحد يقول لي دلوقتي طب انت اديتنا حرف حصتين كاملين واديتنا حرف الالف وما اديتناش كلمات يا استاذ، مش هديك كلمات تقراها الا لما ناخد حرف الباء واديك كلمه من حرفين فيها الالف والباء، تمام كده؟ في مشاهدينا الكرام فيه اي استفسار عن حرف الالف؟ فيه ممكن نعيدها تاني سريعا برضو تاني. ألف فتحة آ كسرة إي ضمة أو، الألف بعدها مد بالألف آ، بعدها مد بالياء إي، بعدها مد بالواو أو. معنا الأستاذ محمود، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، ازيك يا أستاذ محسن؟ الحمد لله رب العالمين. أستاذ محمود، احنا بنشكر حضرتك جدا يا استاذ محسن، لان حضرتك ما شاء الله عامل برنامج حلو وبنقدر نستفيد منه وعيالنا تستفيد منه، بس انا عايز اسال حضرتك سؤال يعني. اتفضل يا فندم. اتفضل. ابني عنده 4 سنين. اربع سنين. ينفع ان هو يستوعب ورا حضرتك في الكلام ولا لسه بدري السن مش مناسب؟ لا والله هو لسه بدري شويه، يعني المفروض تعلمه الاول كده ايه، يمسك القلم يرسم بس بالقلم الاول كده، يمسك الصلصال ويقوي عضلات ايده الاول كده. اول حاجه يعني ما تمسكوش القلم وقول له اه وايه واو، لا اول حاجه كده مسكه يرسم بس، ان شاء الله حد يشخبط، بس انا عاوزه يشخبط يعني سنه كامله كده، يفضل يشخبط في الكراسه كده وخلاص واي حاجه كده، وبعد كده يمسك مسكه صلصال عشان يقوي عضلات الاصابع. يعني هو لسه ما وصلش للمرحله اللي هي تمام هي معاك دلوقتي يعني. لا لا لا، بس برضه ممكن يسمع عادي يعني، خليه مستمع عادي مش مشكله، عشان بعد كده لما كمان سنه هيستوعب الكلام ده، بس المهم يستمع افضل. طيب خلاص ماشي تمام. شكرا. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. ايوه عليكم السلام يا استاذ محسن. مين معاك؟ مع حضرتك ابراهيم عبد الكريم من القاهره يا استاذ. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. والله انا 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 مبسوط جدا 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 من العلم الغزير اللي حضرتك بتطلعه لنا ده. بس معلش حضرتك انا يعني ليا ملاحظه بسيطه جدا جدا جدا، هل ممكن اقولها؟ اتفضل يا نهار ابيض، تحت امرك. الله يخليك، الله يخليك، الله يحفظك، انت اللي فوق الراس والعين يا استاذي. اول حاجه يعني حضرتك ايه، من علمنا حرفا صرت له عبدا، فحضرتك بتعلم اطفالنا دلوقتي وانا اطفالي نايمين، كان نفسي يبقوا صاحيين. تمام دلوقتي تمام. فهل يعني من اداره القناه نقدر نطلب منهم اعاده الاعاده الصبح ان شاء الله؟ حضرتك الساعه كام الصبح؟ الساعه 8 الصبح ان شاء الله. طب حضرتك برضو العيال مش هيكون صاحي الساعه 8 يا استاذ محسن، لا صاحي الساعه 12 ولا صاحي الساعه 8. حاضر. انا والله رايك فعلا رأيك يعني فوق راسي من فوق، وهتكلم الاستاذ محمد رمضان مدير البث. الله يخليك. وان شاء الله يعني اكلمه في الموضوع ده ان شاء الله. بص يا استاذي، معلش حضرتك انا محامي وبعدين عندي 63 سنه ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، علمنا الحاجات دي الله يرحمهم، فاحنا نرجو ان اولادنا كلهم يترحموا علينا بعد كده. تمام والله صح، لان حضرتك العلم ده او التاسيس ده قلما حد يديه لحد. لا واهم حاجه فعلا، اهم مرحله هي مرحله التاسيس. برافو على حضرتك، الله يصلح حالك. نعم يا استاذ محسن. نعم متشكرين جدا. احسنت يا استاذ، متشكرين جدا، وانا اسف ان اثقلت عليك. لا ابدا، لا ده لا بالعكس والله، بالعكس ده بالعكس، ده انا مبسوط جدا ان حضرتك اتصلت، واي حد يشوف اي ملحوظه في الوقت او في الشرح او حاجه انا تحت امركم، وده انا بتعلم منكم. متشكرين جدا. في اتصال تاني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا فندم. حضرتك ابراهيم، حضرتك ممكن ابني عنده سنتين وثمان شهور. حضرتك لحد دلوقتي من اكثر النطق، بس هو يعني فاهم كل حاجه ما شاء الله، يعني فاهم مثلا تقول له مثلا الانف فين؟ العين فين؟ الحاجب فين؟ يجي مثلا لو يقول لي اف العين مثلا ان كده. لا لسه سنتين وثمان شهور مش كبير، واحده واحده عليه. لا 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 لا، واحده واحده عليه، بس انت يعني تعود اللي انت تنطق قدامه
الحروف بطريقه ممتازه، اتعود اللي حضرتك تقول يعني الكلمات بطريقه واضحه جدا عشان ياخد باله منها. وكمان لو هو قعد كمان مع يعني اخوه الاكبر منه او حاجه وهو بيتعلم، عرفه عرفه الحركات. رقم واحد بص يعني حفظه الاول الحروف، ده رقم واحد، يحفظها تماما شكلا واسما. ألف ألف، وده يعرف إن ده ألف، ويعرف إن ده باء. بعد كده الحركات واحدة واحدة وهيبقى تمام، ومع يعني مع الأيام أي حرف واقع منه هيتظبط إن شاء الله. يعني هذا أنا كنت معلش ممكن لو تفتح لي بس فرصة يعني دقيقة واحدة بس. مع حضرتك والله اتفضل. لدكتور تخاطب وكده، فقعد يعني فترة كبيرة حوالي 3 شهور، وحسيت برضه إن هو يعني إيه مفيش تحسن، فجيت جبت له حضرتك الكروت والحاجات اللي هي بيبقى عليها اشكال الحيوانات والحروف والحاجات دي كلها واعضاء الجسم والكلام ده، فبقت والدتي تقرر له الكلام ده في البيت. ففي حاجات منها كتير مثلا يعني عرفها، بس يعني في النطق نفسه ممكن تقيمك. انا فاهم يعني مثلا التاء مثلا الدال مثلا ممكن اقول عليها تاء صح؟ يعني مثلا اقول له حاجه بيقول لي اب كده، اب بيقول لي اب كده. تمام والله مش على يعني على فكره ابني انا قاعد يعني 4 سنين ونص يا دوب يقول كلمتين على بعض، بس بعد كده قعد بيستمع. بس انا كنت بقرا جنب قران، يعني اكرر كتير قوي الحركات حركات الـ 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 الحروف، فما فيش اي مشكله خالص نهائي. تمام. هو في حاجات يعني العاديه اللي هو يقول بابا ماما ده عادي، ممكن مثلا يقول الله يقول الله كده عادي. تمام ده كويس جدا، ده شيء يعني شيء مبشر، شيء مبشر، شيء جميل جدا. بس حضرتك قول حركات الف فتحه ا كسره اي ضم، كتر التكرار كتر التكرار والله هيبقى تمام التمام، وان شاء الله يعني هيبقى كتير. وتقرا قران مثلا تجيب مثلا أيوة الحروف يستمع. ايوه شغل الحروف، لو انت حضرتك مش في البيت شغل الحروف كتير في على كمبيوتر مثلا او على اي حاجه. القران حد ينطق الحروف قدامه كتير هيبقى تمام التمام. متشكرين جدا، السلام لك. السلام عليكم ام ملك. السلام عليكم. الو. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه بقول لحضرتك، انا عندي بنتي بتنطق السين مثلا، يعني عندها 8 سنين بتنطق السين س وما بتعرفش تشكل الحروف. طب واحده واحده، اللي ما بتعرفش تشكل الحروف دي حضرتك لو هي حافظه الحروف صح خلاص، يبقى نبدا في المرحله الثانيه اللي هي حركات. الحركات الحركات الفتح والكسر والضم واحده واحده، ولابد اشكل لها الحرف. ما مثلا فأس ما اقولهاش كده وخلاص، فأس ما هتحفظ شكلها وخلاص، لا اقولها حبيبتي الفاء احط عليها فتحه، اقولها فاء فتحه هتقولي فاء، الف ساكنه اعرف انطقها لوحدها هتقولي لا ما اقدرش ما ينفعش انطقها لوحدها، هيبقى أ ما ينفعش اسمها فاء. ادي مقطع اهو، وسين ضمه مقطعين. بعد المرحله دي هديكوا التقطيع وازاي نقطع، ازاي نقطع المقاطع الصوتيه ونحلل الكلمه لمقاطع صوتيه، هتبقى جميله جدا. زي ف سو، ف فتحه ف، الف ساكنه ف، سين ضمه سو، يبقى ف سو بهذه الطريقه، بالطريقه دي بالظبط. ما ينفعش اقول ف سو ونمشي، لا نحط عليها فتحه الفاء، الالف سكون، السين ضمه، اشكل لها وانطقها حرف حرف او مقطع صوتي مقطع صوتي. متشكرين جدا فيني. معنا الاستاذ ايمن. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل. كنت عايز استاذنك بس اسالك على حاجه، كان معايا جماعه اصحابي كتار، كنا بنتكلم في موضوع الاطفال وازاي تاسس طفلك والكلام من ده. تمام. ف بيتكلموا بيقول لك انت في اختبارات ذكاء او اختبارات قدرات للطفل في سن صغير، واخد بالك؟ تمام. ممكن تعملها تعرف ان ابنك ده هيطلع لما يكبر مثلا هيحب الرياضه او هيحب مثلا العلوم او هيحب مثلا القراءه او او او. فعايز افهم عن الموضوع ده، هل الموضوع ده يعني موجود فعلا؟ حضرتك انا هجيب متخصص ان شاء الله الحلقه الجايه في الحاجات دي، وحضرتك تتواصل معانا وتساله اللي حضرتك تساله، متخصص في هذا المجال، في مجال الاختبارات وصعوبات التعلم وكلام من ده. تمام؟ تمام. أنا تأسيس قراءة وكتابة لغة عربية. تمام، بس هل الموضوع ده موجود أصلاً ولا مش موجود؟ لا موجود موجود موجود.
اللي هو الاختبارات بتاع الاطفال الاختبارات بس الكلام عشان ده. الذكاء بس، عشان بقى يحب بعد كده بعد كام سنة العلوم ولا يحب الرياضة، برضه مش صعب يعني، هو يختبر ذكائه بس. طيب متشكر لك جدا، انا عايز اعرف بس مواعيد البرنامج بتاع حضرتك علشان اتابعك، لان اول مرة اتابع حضرتك. يوم الخميس ان شاء الله الساعة 10 والإعادة الساعة 8 الصبح. متشكرين جدا يا فندم. مشاهدينا الكرام، عايز قبل ما انهي حلقتي نعيد تاني على الحركات مرارا وتكرارا. عايز اقول ان لابد الحركات لابد انزل بيها واخلي ابني يكتبها اكثر من مره، وشغال طول النهار، الف فتحه ا كسره اي ضمه او، وميز بين الحركه القصيره والحركه الطويله، ما ادوش كده وخلاص وامشي واروح على الباء جري، لا، اتقن الالف، حركات حرف الالف تمام التمام، قصيره وطويله وسكون، أبدأ في حرف الباء، وأنا داخل على حرف الباء أراجع تاني حرف الألف معاه، وبعد كده ما ادوش كلمات أي كلمات وخلاص، ما هو هيحفظها أسده زي ما كنا بنعمل وإحنا صغيرين كده. بشايف كلمة أسد عارفها إن هي أسد، يدي لي كلمة تانية ما أعرفش أنطقها. ليه؟ الحركات، الحركات والمقاطع الصوتية. إن شاء الله بعد الحرف الباء هنعرف نحلل الكلمة لمقاطع صوتية مقطع مقطع. معنا الاستاذ عبد الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا استاذ محسن؟ اهلا وسهلا بحضرتك. يا اهلا بحضرتك. انا بس ليا تعليق مع حضرتك على الهواء من الساده المشاهدين لحضرتك. يعني هو ما شاء الله الصراحه مستوى عالي جدا حضرتك من التاسيس للاطفال الصغيرين، ولكن يعني انا رايي يا ريت بالنسبه للساده المستمعين او المشاهدين للبرنامج القيم الجيد لحضرتك، ان هم بالنسبه لصعوبات التعلم يعني بلاش يخلوهم في الاسئله الهادفه. تمام، في لب الحلقه، لب الحلقه واللي احنا بنتكلم التاسيس. تمام، الله ينور. صح صح يا فندم، عشان كلنا نستفيد. صح يا فندم، صح. وشاكر جدا جدا وربنا يوفقك، وشاكر جدا لساعة صدر حضرتك. الله يكرمك، شاكرين جدا يا فندم. نقول تاني، هي يعني السادة المشاهدين، احنا في تأسيس الأطفال، وده أهم مرحلة في مراحل الحياة، في مراحل الإنسان، هي التأسيس، عشان تعرف تقرأ القرآن، تعرف تقرأ الإنجيل، تعرف تقرأ أي جريدة. طب هتعرف تقرا ازاي؟ في للاسف الشديد انا يعني اعرف ناس متخرجين من كليات قمه والله ما بيعرفوا يقراوا كويس، تخيلوا؟ ده مصيبه في حد ذاتها. ازاي انا كده ابقى كبير كده ومش عارف اقرا كلمه؟ المهم زي ما قلت لكم، الحركات، الحركات اللي هتوصلني للكلمه، ما يروحش كده في ايه يا محسن ده؟ فاسو، ايه ده يا حبيبي ده؟ ده فاسو، ده باسو، لا انا مش عايز كده. انا عاوز يقول لي فاء فتحه، فاء ألف ساكنة، ما ينفعش تتنطق لوحدها، ف سين ضمة، ف سو كده، حركة حركة ومقطع صوتي مقطع صوتي. تمام. مشاهدينا الكرام، يعني سعدت فعلا بجد يعني بوجودي معاكم، ومعانا آخر مكالمة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام أستاذة مي. كمستر. الحمد لله رب العالمين. منين يا مي؟ بص لو سمحت يا مستر، انا معايا بنتي جميله عندها السنه الرابعه. تمام. بس اللي هو ممكن تقرا كلمه رقصه، رقفه، عشان تقرا كلمه كامله مش بتقرا يعني، فمش عارفه انا اعمل لها ايه. في رابعه؟ في رابعه؟ برضه حتى ولو كانت في ثالثه اعدادي، الحركات واحده واحده هي اللي هتوصلنا الكلمه. انا عارف ممكن تقول ايه فاسو، ما تنطقش الالف الساكنه فا، ممكن تقول ايه فاسو، او مثلا باسو، او مثلا بقى كده بقاسو، لا هي الحركات واحده واحده. واحنا ان شاء الله يعني هصور الحروف كلها ونزلها برضو على السوشيال وعلى صفحه القناه وبقيه الحروف كلها، وان شاء الله تعالى يعني احنا مع بعض ان شاء الله، ومتشكرين جدا. طيب مشاهدينا الكرام، اراجع معاكم حركات سريعا سريعا كده. تمام، يلا قبل ما ايه، قبل
قبل ما نمشي عشان الاستاذ محمد استاذ محمد عزت استاذ محمد عزت مستعجل استاذ محمد عزت مستعجل ايه يلا كده سريعا سريعا بقى يا استاذ محمد عزت بقى خلاص يلا الف فتحه ا كسره اي ضمه او شوفوا دي حركه قصيره ا طب حركه طويله اللي هي مد ا حركه قصيره اي حركه طويله تبقى ايه اي طيب او حركه قصيره عايزين نخليها حركه طويله يعني اطول صوت الحرف شويه وانا بنطقه او الا فاضل حرف الساكن يا استاذ الحرف الساكن ما ينفعش يتنطق لوحده الحرف الساكن حرف ضعيف طب انطقه ازاي يا استاذ با 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 ها با طب لو تا تا لو ثا ثا يبقى الحرف الساكن حرف ضعيف ما ينفعش انطقه لوحده الف فتحه ا كسره اي ضمه او ا اي او ب ت ث ن ر واختم بالحاجات اللي احنا خلاص كده خلصنا حرف الالف ادي شبكه الحرف ادي شبكه الحرف رمينا الشبكه على حرف الالف جابلتنا حركات قصيره وحركات طويله والسكون ادي الالف فتحه كسره والضمه والمد بالالف ومد بالياء ومد بالواو مشاهدينا الكرام كده خلصنا حرف الالف وان شاء الله الحلقه القادمه ان شاء الله تعالى هناخد حرف الباء وبعد كده هناخد كلمه من حرفين بس بحرف الالف وحرف الباء زي ابو وابي وبابو وكده مشاهدينا الكرام سعدت جدا بلقائكم النهارده وبحقيقه مبسوط جدا لان مع حضراتكم والى ان التقي بكم الحلقه القادمه اترككم في رعايه الله وامنه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.